معمل صغير، سيارة صغيرة، وأنا وخيي بلشنا بالبداية شغل بإيدينا. فتحنا بالبقاع لأنه الكلفة أقل والمصاريف أقل. مشروعنا بلش بإمكانية كتير صغيرة، وأول سنة كنا عم نشتغل بإيدينا بدون ما نجيب موظفين لنوفر على حالنا. من بعد ما كنا نخلص تصنيع الطحينة والحلاوي والبيكري، كنا نطلع بسياراتنا الشخصية نحنا ونوزع على كل التجار على القدر المستطاع. اعتمدنا سياسة بيع كتير وربح قليل. لقدرنا فتنا على السوق، اشتغلنا على النظافة وعلى الجودة العالية، وعلى أنه يكون المنتج تبعنا 100% طبيعي. مع الوقت تطور شغلنا وصار في عنا طلب كبير من الزباين على منتجنا. لهيك وسعنا معملنا، صار عنا موظفين، صار عنا وكلاء بأغلب المناطق اللبنانية. بهالحياة ما في شيء ما بده تعب. فيك أنت بالفترة الأولانية بين أول سنة وسنتين تبلش بإيدك، تخفف على حالك مصاريف لحتى أنت بعدين تقدر توصل للتارجت اللي رسمها لحالك.